تحية طيبة لكم مشاهدينا الكرام في الأخبار الثقافية لنهار اليوم. للمسرحي نصيب من أخبارنا الثقافية، فالحديث اليوم سيكون عن الموسم المسرحي الجديد بحضور السيد زيد عبد المجيد مدير دائرة البرمجة والتوزيع بالمسرح الوطني. مرحبا بك سيد زيد. مرحبا بك ومرحبا بجمهور أو متفرجي قناتكم. إذن سنعود للحديث عن المسرح الوطني وعن برنامجه الثري لهذا الموسم، لكن قبل ذلك سيدي سننتقل لنوافي مشاهدنا الكرام بأبرز أخبارنا الثقافية لنهار اليوم، حيث ستكون البداية بما كشف عنه وزير الثقافة عز الدين مهوبي على هامش اللقاء الذي كان قد أشرف عليه أمس الاثنين بمنتدى جريدة الشعب، والذي تطرق من خلاله إلى الإحصائيات الأخيرة التي تخص حركة النشر المتمثل عددها في 857 ناشرا محترفا ذو بعد تجاري و253 مؤسسة ومخابر جامعية ذات بعد غير تجاري، كما تطرق إلى الخلافات الموجودة بين منظمتها، فنتابع ماذا قال الوزير بهذا الخصوص. من حق الناشرين أن يؤسسوا تنظيماتهم النقابية، وليس هناك ما يمنعهم من أن يختلفوا أو يتفقوا عليه. نحن نريد أن تكون هناك فقط أن يكون فيها الدفاع عن المهنة وترقية هذه المهنة، ونحن نتعامل مع كل تنظيم قانوني ينشط في إطار شرعي. هذا وبمناسبة الدخول المدرسي، تحدث الوزير عز الدين مهوبي عن نطاق التعاون الموجود بين وزارة الثقافة ووزارة التربية المتمثل في أهمية إدراج الأدب الجزائري في الكتاب المدرسي. كل هذا لأننا نغير على الأدب الجزائري وعلى المدرسة الجزائرية وعلى الطفل الجزائري اللي لازم تكون عنده معالم في حياته. أنا مع وزيرة التربية نتحدث يوميا بها في هذا الشأن، ورحت عملت محاضرة في المعهد التابع لوزارة التربية حول مكانة الأدب الجزائري في الكتاب المدرسي، وصلنا أننا لقينا أن فيه 2% فقط من الأدب الجزائري موجود في الكتاب المدرسي، يعني وكأن الأدب الجزائري غائب. كتاب الجزائريون يعني نستناوه يموت باش نهزوا له نص، ما لازمش تهز له نص وهو حي، ما تهزش يعني الأحلام مستغني نص جميل من إحدى أعمالها، والله تهز نص ممكن رشيد بودرة، والله نص إبراهيم صديقي، والله نص. احنا طالبين وراح تكون في خطوات مع وزارة التربية في أننا راح نقيم لجان مشتركة بين مؤلفي الكتب وبعض الكتاب الجزائريين الذين يعني الأكاديميين وبعض الأدباء حتى هذو يساعدوا في اقتراح ربما نصوص وبعض الأسماء، وينبهوا أيضا مؤلفي الكتب اللي هم من التربويين إلى انتقاء نصوص بحسب أطوار التعليم. إذن كما تحدث وزير الثقافة عن مشروع إنشاء مجلتين ثقافيتين يرعاها كل من الديوان الوطني للثقافة والإعلام والمؤسسة الوطنية للفنون المطبعية. وفي تقييم أولي لتظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية 2015، رفض الوزير وصفها بالفاشلة، وأرجع سبب عزوف الجماهير على بعض النشاطات إلى فترة الصيف الحارة، ومع الدخول الدراسي ستباشر النشاطات المبرمجة. أنا أرفض أن تقولي فاشلة، هذه كلام كبير فيه جهد كبير يبذل. تزامنا مع فترة الصيف، في الصيف تتراجع كل النشاطات في مدينة داخلية، الجامعة متوقفة، الثانويات متوقفة، الناس تروح البحر، لكن النشاط الوتيرة التصاعدية ستبدأ من خلال هذا بدأ الدخول الآن، وبدأت كثير من الفعاليات التي ستعرف تنوعا في المجال. أول شيء في هذا الخميس سيكون فيه انطلاق الأسبوع الثقافي التونسي. وعن ليالي الشعر وتنحية الشاعر بوزيد حرز الله من على رأس هذه التظاهرة، أكد أنه أمر طبيعي تغيير بعض الأسماء وإعطاء حق التداول.
إذن ننتقل إلى الساحة الأدبية، حيث كرم مجموعة من الأدباء الجزائريين شباب بمهرجان همس الدولي للآداب والفنون لعام 2015 بالعاصمة المصرية القاهرة. ويتعلق الأمر بكل من الأديبة زهرة بالعروسي والروائي محمد بن زخروفة، وكذا القاصة والناس غنية، والشاعر الشاب مصطفى زياتين، وكذا الشاعر أحمد بوفحتة، إضافة إلى الإعلامي سالم صادق، إلى جانب أدباء آخرين عذر عليهم الحضور. كما عرفت هذه التظاهرة مشاركة قامات فنية وأدبية كبيرة من مصر وخارجها، منهم الدكتور الفلسطيني أحمد الرماوي، وكذا شعراء كبار أمثال أسامة خليفة. إذا من أخبارنا الثقافية نمر إلى ضيفنا لنهار اليوم السيد زايد عبد المجيد. إذا الحديث اليوم سيكون بلا شك عن المسرح الوطني محي الدين بشتارتي، الذي عرف فترة أشغال انقطعت فيها النشاطات الفنية والعروض المسرحية، وهذه الأشغال هي متواصلة حيث يتم تغيير ركح أو خشبة المسرح الوطني. نعم شكرا. والنشاط أو العروض توقفت على خشبة المسرح منذ 8 أوت من السنة الجارية، وهذا لتجديد خشبة المسرح اللي كانت يعني في حاجة إلى تجديد. ف يعني عمل يعني أو المقاول يعني يقوم بعمل مهني وطلب له شهر كامل من العمل، ويعني الحمد لله يعني لي ديلي سو ريسبكت، يعني حتى الان العمل يمشي بوتيره المتفق عليها منذ البدايه. اسمح لي سيد زيد، وتم التعامل مع اشخاص مختصين؟ نعم، مقاول مختص ومعروف على الساحه الوطنيه، يعني يقوم بعمل مهني محترف الى اعلى درجه، وهذا الشيء اللي طلبوا خشبه مثل الخشبه تاع المسرح الوطني. فقلت العمل يعني يصير بالوتيره المتفق عليها، وان شاء الله يعني لا ريسبسيون راح تكون يوم 8 سبتمبر، وهكذا نستقبلوا المهرجان الدولي للموسيقى السيمفونيه يعني في ظروف عمل جيدة ومريحة للجميع. إذا نقول أنه المسرح الوطني محي الدين بشتارزي سيستقبل جمهوره في الموسم المسرحي الجديد بحلة جديدة. ذكرت المهرجان الثقافي الدولي للأغنية السيمفونية، وهذا دليل أنه يعني في هذا الموسم وكبقية المواسم المسرح سيكون ساحة لباقي الفنون ولباقي النشاطات الثقافية. طبعا راح يستقبل المهرجان الموسيقى السيمفونيه، كذلك راح يستقبل المهرجان الدولي للرقص المعاصر، راح يكون في شهر نوفمبر، وكذلك كما جرت العاده المهرجان الوطني للمسرح المحترف، وراح تكون يعني معارض تاع فنون تشكيليه على مستوى يعني بهو المسرح او على مستوى القاعه المخصصه لذلك، القاعه اللي يعني كنا اميناجي يعني في السنه الماضيه، اللي هي قاعه يعني فيها كل شروط تاع يعني باش واحد يدير يعني يعني ليكسبوز يعني فيها. دونك راح تكون المعارض راح تكون يعني الموسيقى حاضره، يعني مختلف الفنون راح تكون حاضره. وحيكون هناك سيد زايد ايضا حضور فنانين اجانب لاحياء حفلات ايضا بالمسرح الوطني محي الدين بشتارزي. بون لحد الان عندنا بون فنانين اجانب راح يكونوا اكيد في المهرجانات اللي ذكرتهم، تاع المهرجان الدولي تاع الموسيقى السيمفونيه والمهرجان الدولي للرقص المعاصر. وكذلك حنا عندنا فيه مغني من البرازيل راح يكون حاضر في يوم 29 سبتمبر بالمسرح الوطني، وما يعطيش اكثر تفاصيل اكثر لان المؤسسه او الهيئه اللي استخدمت له اللي وجهت له الدعوه هي اللي راح تعلن عليه فيما بعد. اكيد نتحدث عنه ايضا في نشاط اخباري ثقافيه. اكيد. واما فيما يخص يعني فرق اجنبيه اخرى كما جرت العاده، في الحقيقه كان كثير من السفارات اللي حتطلب انها تقدم عروض على مستوى قاعه المسرح الوطني الجزائري ان شاء الله. اذا
السنة الماضية قام المسرح الوطني محي الدين بشتارزي باستقبال الفرقة البريطانية المسرح البريطاني عن طريق مسرحية أملت. هذه السنة هل سيكون مثل هذه النشاطات وهل سيكون احتكاك بالمسرح العالمي؟ نعم، تعرفي بلي احنا على مستوى المسرح الوطني ما عندناش امكانيات باش حنا نوجهوا دعوه لمثل هذه الفرق، ولكن لما تعرض علينا طبعا حنا نستقبلها بفرح وسرور، لانه هي كانت مبادره من السفاره البريطانيه، هي اللي يعني وجهت الدعوه للفرقه، وهي اللي قدمتها، هي اللي تكفلت بكل مصاريف تاع الفرقه. وحنا المسرح الوطني وضعنا تحت تصرفهم الخشبه، يعني فتح ابواب القاعة. فتحنا الابواب للقاعه، وقلت كما جرت العاده في السنوات الماضيه اكيد انه فيه بعض الدول اللي حت يعني تقترح علينا عروض تاع يعني عروض فنيه من عندها. اكيد، وهذا الشيء يعني يثري المسرح الوطني. أكيد. يعني يثري المسرح الوطني، وراح يسمح للجمهور، الجمهور الجزائري يعني باكتشاف يعني فنون واكتشاف ثقافات اخرى. يعني اكيد. وهل المسرح الوطني بدوره سيكون حاضر في دول اجنبيه اخرى باعماله المسرحيه؟ اكيد نعم، عباك اللي هي كل ما يتعلق بالخارج هو يمر عن طريق وزاره الثقافه، والوزاره عندها قاعده اللي تعمل عليها ونظن موضوعيه، انه الاعمال المسرحيه اللي تتوج بجوائز في المهرجانات هي اللي حتكون تمثل الجزائر في الخارج. أكيد. ليس بالضروره من المسرح الوطني، يعني اي عمل بغض النظر النظر يعني حتى وين كان، يعني من تعاونيات او من الجمعيات المسرحيه، اذا كان قدمت عمل في مهرجانات وطنيه ويعني ونال جوائز وفاز بجوائز، فلما تكون مناسبه للمشي الخارج الاولويه لها هذه. نعم. هي الفرقه. نعم. هذا شيء جميل. اذا نعم. سيد زيد، لنا عوده معك، لكن قبل ذلك سنمر مشاهدينا الكرام الى ابرز المواعيد الثقافيه التي جمعناها لكم من مختلف ولايات الوطن في هذا التقرير فلنتابع. المسرح أبو الفنون هو أول محطة في جولتنا الثقافية لنهار اليوم، فالمهرجان الوطني لمسرح الهواة والذي تحتضنه ولاية مستغانم يصل إلى نهايته، حيث سيكون حفل الاختتام بدار الثقافة ولد عبد الرحمن كاكي يوم الأربعاء 2 شهر سبتمبر على الساعة 7 مساء. نبقى دائما بمستغانم ودائما بدار الثقافة ولد عبد الرحمن كاكي التي ستحتضن هذه المرة وانطلاقا من يوم الخميس 3 شهر سبتمبر أيام الهيب هوب والراب، حيث ستتواصل هذه التظاهرة إلى غاية يوم السبت 5 شهر سبتمبر على الساعة 6 مساء. الفن السابح حاضر في مواعيدنا الثقافية، فعشاق الدراما مدعوون لمشاهدة الفيلم الفرانكو إيطالي لنوي دو كابيريا بقاعة السينماتيك لولاية بيجاية يوم الخميس 3 شهر سبتمبر على الساعة 5 مساء. للفن والطرب نصيب من مواعيدنا الثقافية، فأنتم مدعوون لحضور حفل فني يحييه فنان الشعبي دلهوم حميد بطحطحة الفنانين بالعاصمة يوم الجمعة 4 شهر سبتمبر على الساعة 9 ليلا. نبقى دائما بالعاصمة وبالفن التشكيلي، نصل إلى ختام جولتنا الثقافية لنهار اليوم، فالمعرض التشكيلي للفنانة هبة الله زينب بالحرش متواصل برواق الفن عائشة حداد إلى غاية يوم السبت 5 شهر سبتمبر، فكونوا في الموعد. إذا من الأجندة الثقافية نرجع إليك الأستاذ زيد لمواصلة الحديث، يا ترى ما هي البرامج التي سطرها المسرح الوطني لهذا الموسم المسرحي، وهل من إنتاج جديد المسرح الوطني؟ نعم، شكرا. تعرف بهذه السنة هي سنة استثنائية بالنسبة للساحة الثقافية والفنية الجزائرية، وكذلك بالنسبة للمسرح الوطني الجزائري، لأنه احنا نعيش تظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية، والمسرح الوطني منخرط في التظاهره، لانه كما يعرفوا الناس المعنيين بانه رئيس قسم المسرح لدى محافظه تظاهره قسنطين عاصمه الثقافه العربيه هو سيد يحياوي محمد اللي هو المدير العام للمسرح الوطني. واذن احنا رانا نواكبوا، وتعرفوا بلي في كل الاعمال المسرحيه التي تنتج في إطار قسنطينة
تمر عبر تمر للمس... او تقدم عروض في المسرح الوطني، تقدم ثلاث عروض في المسرح الوطني. دونك حنا كاين 40 عمل مسرحي في هذا الاطار، بمعنى عندنا 120 عرض سيقدم في المسرح الوطني. ديجا كاين فرق جازت قدمت عروضها، وراح يتواصل العمل، والاولويه راح تكون لهم، لانه تعرفوا وهاد الفتره اللي توقفنا فيها راح تكون عندها شويه انعكاسات على البرمجه. إذن الأولوية راح تكون للعروض المسرحية أو للأعمال المسرحية المنتجة في التي أنتجت في إطار التظاهرة. في إطار تظاهرة قصدينا. وهذا يعني أنهم راح سوف يأخذون حصة الأسد من البرنامج تاع المسرح الوطني. بالإضافة للشيء اللي ذكرته منذ قليل فيما يخص المهرجانين الدوليين في الموسيقى السيمفونية والرقص العصري أو الرقص المعاصر. وكذلك كاين راح ننظموا هذا المسرح الوطني، ننظم ايام مسرح الجنوب بالعاصمه. دونك هذا التقليد اصبح تقليد في المسرح، راح تكون مده 8 ايام، ليكونوا كل اللي نجيبوا فرق من الجنوب الجزائري، يعني اميني فيستيفال ان صح التعبير، اللي راح يكون بالمسرح الوطني، راح تكون فيه محاضرات، راح تكون فيه ورشات كذلك، باش ناطروا هاد الشباب اللي جايين، الفنانين اللي جايين من الجنوب الجزائري. دونك بصفه عامه فيما يخص النشاط هذا هو. فيما يخص او فيما يخص العروض يعني هذا هو. فيما يخص الانتاج عندنا ديجا عندنا عمل مسرحي اللي راهو كيعنوا شونتي راهو شونتي راهو قيد الانجاز، اللي هو يحمل عنوان ماسينيسا، ويقوم بالاخراج تاعو احمد بن عيسى، وراح يكون جاهز في نهايه سبتمبر باش يقدم العرض الشرفي تاعو في قسنطينه، ودائما في اطار تظاهرات في اطار تظاهرات قسنطينه عاصمه الثقافه العربيه. وفي نفس الاطار عندنا كذلك اون باراليل يعني فيه قيد الانجاز، فيه عمل ولكن كوريغرافي هذه المره، ولكن باشراف ولكن هو من انتاج المسرح الوطني، عمل كوريغرافي. وعندنا كذلك يعني مازال ما انطلقتش الاشغال ولكن راح تنطلق قريب ان شاء الله، عمل مسرحي هو على شكل ملحمه، وعمل فني على شكل ملحمه، اللي هو الحب بعنوان الحب المفقود. دونك هذه فيما يخص الانتاج. طبعا هو الموسم احنا بالنسبه لنا الموسم هو 2015 2016، هكاش نمشيو. وكان عندنا ديجا انتاج تاع كيما اللي عرفتوه وغطيتوه كذلك انتم، هو الهيشه صفيه ومعاق، ولكن هذه كلها تدخل في اطار انتاج تاع 2015 2016. اذا نتمنى لكم كل التوفيق في مهامكم سيد زيد عبد المجيد. شكرا لك على حضورك اليوم، على كل هذه التوضيحات اللي قدمتها لنا. شكرا. إذا بهذا الحديث عن المسرح والنشاطات المسرحية أصل وإياكم مشاهدينا الكرام إلى ختام أخبارنا الثقافية لسهرة اليوم. الموعد الثقافي تجدد يوم غد بإذن الله. أبقوا أوفياء لباقي برامجنا وإلى اللقاء.